مساء الخير، أنا مستر محمد فتحي. هنكمل درس مصر بين المماليك والعثمانيين. في الجزء الثاني ده هنتعرف على أولا ملامح الحكم العثماني لمصر والعالم العربي، ثانيا الحياة السياسية في مصر أثناء الحكم العثماني، ثالثا الحياة الاقتصادية، رابعا الحياة الاجتماعية، خامسا وأخيرا الحياة الثقافية والفكرية. في البداية هنتعرف على ملامح الحكم العثماني لمصر. منذ دخول العثمانيين مصر عام 1517 ظلت مصر في ايد العثمانيون حوالي 4 قرون، لغاية عام 1914 لما انتهت السيادة العثمانية على مصر ايام الاحتلال الانجليزي. خلال ال4 قرون اللي حكم فيها العثمانيون مصر، انتشر في مصر قلة روح الابتكار والابداع، واهتمينا بس بالعلوم الدينية فقط. فانتشر عندنا الحفظ والتلقين، وانتشر عندنا بسبب الابتعاد عن الاهتمام بالعلوم الاخرى، انتشر عندنا الدجل والشعوذة والجهل والامراض. فكان الحكم العثماني لمصر كان عبارة عن حكم جامد وراكد، جعلوا مصر في عزلة عن التطورات الحضارية المحيطة بينا. فالعالم حوالينا كان بيتقدم واحنا في عزلة ورقود، وكان العثمانيون مش عايزيننا نتأثر بأي تطورات حضارية حوالينا، عكس اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي عامة بتلاقي التطورات الحضارية اللي حوالينا واصلة لنا، فبنتأثر بيها وبنعمل زيها أيضا. ودلوقتي هنتعرف على الحياة السياسية في عهد العثمانيون في مصر. مظاهر الحكم العثماني في مصر: سليم الأول لما استولى على مصر عمل نظام يحكم بيه مصر قبل ما يرحل إلى العاصمة بتاعته اللي هي الأستانة في تركيا. خلى أول هيئة تحكم مصر ما يعرف ب أو ما يطلق عليه الوالي، تاني هيئة ديوان القاهرة أو الديوان، ثالثا الحامية العثمانية، رابعا إدارة الأقاليم خلاها في إيد المماليك. في البداية نتعرف على أول هيئة بيحكم بيها سليم الأول مصر، خلى بدلا منه شخص يطلق عليه الوالي، والوالي ده مقره في القلعة، وكان بيحكم الولاية من سنة ل3 سنوات، ومدة الحكم دي قصيرة عشان ما ينفردش بالحكم. فكان أهم حاجة عند الوالي هو يجمع أكبر قدر من الأموال، لأنه عارف إنه هيقعد سنة أو 3 سنوات، فترة قصيرة، ويسيب الولاية ويمشي، فما اهتمش بمشروعات التنموية والاقتصادية للبلاد، وكان أكبر هم عنده جمع الأموال. السلطة التانية عندنا أو الهيئة التانية اللي سابها سليم الأول تحكم مصر نيابة عنه الديوان. والديوان ده عبارة عن مجلس يتكون من مجموعة من العلماء والأعيان وكبار الضباط، وكانت مهمتهم مراقبة الوالي، والوالي ما كانش بيقدر ياخد أي قرار إلا لما يرجع لموافقتهم. الهيئة الثالثة عندنا الحامية العثمانية، وده جزء من الجيش العثماني اللي كان جاي مع سليم الأول، سابه في مصر بحيث يحفظ له الأمن في البلاد، وبرضه يساعد الوالي والديوان في إدارة شؤون البلاد. الهيئة الرابعة عندنا إدارة الأقاليم، ودي كانت في إيد المماليك. سليم الأول جعل المحافظات وإدارة الأقاليم في إيد المماليك، لأن المماليك كانوا أكثر ناس عايشين في مصر وأكثر خبرة في شؤون البلاد، وأيضا حب سليم الأول إن هو يقربهم ليه ويتقي شرهم ليه، وإداهم إدارة الأقاليم. المماليك كان ليهم زعماء، زعماء المماليك كان لهم ألقاب عديدة، منها البكوات، زي أشهرهم علي بك، مراد بك، إبراهيم بك، محمد بك أبو الدهب، وكان كبير المماليك خالص يسمى شيخ البلد. وهنلاقي إن المماليك هيستغلوا فرصة من فرص ضعف الدولة العثمانية ويستولوا على مصر مرة أخرى، لأن هم كانوا ماسكين الأقاليم المهمة في مصر. هنلاقي إن نظام الحكم العثماني اللي سابه سليم الأول ده كان نظام ضعيف، ما كانش نظام قوي، فحمل في ثنايا عوامل ضعفه. في سؤال مهم عندنا بيتكرر كتير جدا في الامتحانات، بيقول لك بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثنايا عوامل ضعفه؟ اقول له بسبب قصر مدة حكم الوالي، لان مدة حكم الوالي قصيرة، فكان بيهتم بجمع اكبر عدد من الاموال، فده خلى حكم البلاد ضعيفا. الحاجة التانية زيادة سلطة الديوان والحاملة العسكرية، بسبب ان الديوان والحاملة العسكرية كان ليهم سلطة كبيرة بينافسوا بيها سلطة الوالي، فده ادى الى ان نظام الحكم ايضا أصبح ضعيف. الحاجة الثالثة لما ضعفت الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 عام 1658، ابتدى بكوات المماليك يعني زعماء المماليك يستغلوا الفرصة ويحاولوا ينفردوا بحكم مصر. هنلاقي عندنا دلوقتي حركة قام بيها زعيم من زعماء المماليك اسمه علي بك الكبير. علي بك الكبير كان من زعماء المماليك، استغل فرصة إن الدولة العثمانية ضعيفة في منتصف القرن ال17، فقام بالانفراد بحكم مصر. أول حاجة عملها أعلن نفسه سلطان على مصر سنة 1768. الحاجة التانية
عمل عملة باسمه، صك عملة باسمه مكتوب عليها السلطان المملوكي علي بك الكبير. الحاجة الثالثة، قام بإخضاع بلاد الحجاز لسيطرته. إذا عادت مصر وبلاد الحجاز إلى الدولة المملوكية مرة أخرى. الحاجة الرابعة، تحالف علي بك الكبير مع حاكم جنوب الشام اللي كان اسمه ساعتها الشيخ ظاهر العمر أو ظاهر العمر، النطقين صح سواء بالضاد أو بالظه، تلاقيها في بعض الكتب بالظه أو بالضاد، الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، وده كان من ضمن المماليك. تحالف مع علي بك الكبير لإخضاع بلاد الشام كلها لسيطرة السلطان علي بك الكبير. فقام السلطان علي بك الكبير بإرسال جيش بقيادة النائب بتاعه محمد بك أبو الدهب عشان يستولى على بلاد الشام. أثناء ذهاب محمد بك أبو الدهب إلى بلاد الشام بالجيش، قام محمد بك أبو الدهب بالانحياز إلى السلطان العثماني، وحصلت خيانة منه كبيرة جدا، واتفق مع السلطان العثماني إن هو يرجع ويحارب علي بك الكبير ويعيد مصر ولاية عثمانية مقابل إن هو يتولى حكم مصر. وبالفعل وافق السلطان العثماني على مطالب محمد بك أبو الدهب، وعاد محمد بك أبو الدهب إلى مصر وحارب السلطان علي بك الكبير، واستطاع إن هو يعيد مصر مرة أخرى إلى الحكم العثماني بس تحت حكم محمد بك أبو الدهب، وأصبح محمد بك أبو الدهب واليا على مصر تحت الحكم العثماني. وبكده فشلت حركة علي بك الكبير بسبب انحياز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني. نتائج فشل الحركة، أولا عادت مصر ولاية عثمانية، ثانيا شهدت مصر في الفترة اللي بعد حكم محمد بك أبو الدهب صراعات عديدة بين المماليك. ودلوقتي هنتعرف على أحوال مصر الاقتصادية أثناء الحكم العثماني في مصر. اقتصاد يعني زراعة وصناعة وتجارة. هنبدأ بالزراعة في عهد العثمانيون في مصر. الأحوال الزراعية في مصر كانت سيئة ومتدهورة للغاية، وده لأسباب عديدة. أولا ما عرف بنظام حق الانتفاع، هو إن الأراضي كلها كانت ملك للسلطان العثماني بيوزعها على الفلاحين مقابل إن هم يزرعوها وينتفعوا من وراها، ومش من حق الفلاح إن هو يورث الأرض أو يبيعها أو يمتلكها. رغم كده الفلاح كان بيزرع الأرض وينتفع من المحصول اللي بيطلع دي بمجموعة من الأموال. وأيضا كانت السلطان العثماني بيفرض ضرائب على انتفاع الفلاح من الأراضي دي، فكان الفلاح مش من حقه الأرض، ما يقدرش يمتلكها ولا يورثها ولا يبيعها، وبيزرعها وما كانش عنده زي ما احنا قلنا إن الوالي أهمل كل المشاريع في البلاد، فما كانش الوالي بيهتم بمشاريع الري، ما كانش بيحفر ترعة يوصل المية للفلاحين، ولا كان بيعمل سدود وقناطر عشان يقدر يخزن للفلاحين المية. رغم ده كله الفلاح كان بيتم إهماله وبيتفرض عليه ضرائب وما كانتش الأرض ملكه. وهنلاقي أيضا إن لما ضعفت الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 طبقوا نظام في جمع الضرائب اسمه نظام الالتزام. ونظام الالتزام ده تعريفه جباية الأموال والضرائب وإرسالها للسلطان العثماني مقدما نيابة عن الفلاحين، وبيقوم بذلك شخص من الأغنياء يسمى الملتزم. فالملتزم ده عبارة عن شخص من الأثرياء الأغنياء بيدفع الضرائب عن المنطقة بتاعته عن الفلاحين مقدما للسلطان العثماني، وبيرجع يلمها من الفلاحين أضعاف مضاعفة. فبسبب نظام الالتزام أدى إلى إن الفلاحين هربت من الأراضي الزراعية لأن ما بيكسبوش حاجة من ورا ده كله، فانتشرت المجاعات والأمراض والأوبئة وكمان قلت المحاصيل الزراعية. ميجي يقول لي بما تفسر تدهور الزراعة في عهد العثمانيون؟ أقول له بسبب حق الانتفاع ونظام الالتزام كثرة الضرائب وبسبب إهمال مشاريع الري. هنيجي لحاجة تانية عندنا اللي هي الصناعة. الصناعة أيضا تدهورت لأن سليم الأول لما دخل مصر أخذ الصناع المهرة معه إلى الأستانة، وترك لنا الصناع قليلة المهارة، فاهتموا بالصناعات اليدوية البسيطة وأهملوا الصناعات الكبيرة، وبكده اتدهورت الصناعة في مصر. لما يجي يقول لي بما تفسر تدهور الصناعة والأحوال الصناعية الفنية في مصر، أقول له بسبب أخذ وإرسال السلطان سليم الأول الصناع المهرة إلى الأستانة، ثانيا بسبب اهتمام الصناع في مصر الصناعات الصغيرة اليدوية وإهمال الصناعات الكبيرة مثل بناء السفن وصناعات الغزل والنسيج. هنيجي للحاجة التالتة عندنا في الاقتصاد وهي التجارة. التجارة مقسومة نوعين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. هنلاقي إن التجارة الداخلية في مصر برضو كانت متدهورة، وده لأسباب عديدة منها إن الزراعة متدهورة والصناعة متدهورة، بجانب إن ما كانش فيه أمن وما كانش فيه اهتمام بالطرق البرية أو البحرية للتجارة. كانت التجارة الداخلية في مصر بين الوجه الإبلي والبحري بتتم عن طريق نهر النيل، فكان فيه غارات كتيرة جدا من البدو بتطلع على القوافل التجارية اللي رايحة ما بين الشمال والجنوب في مصر، وبتتم
بتقوم بنهب القوافل دي، فده خلى التجار يمتنعوا عن التجارة الداخلية، خلى كل منطقة في حالة اكتفاء ذاتي، وقلت قدرة الشراء في مصر. إذا لما يجي يقول لي بما تفسر تدهور التجارة الداخلية في مصر، أقول له بسبب غارات البدو المتلاحقة على القوافل التجارية، بسبب تدهور الزراعة والصناعة وعدم وجود أمن وعدم الاهتمام بالطرق التجارية البرية والبحرية. نيجي للتجارة الخارجية، هنلاقي إن التجارة الخارجية أيضا كانت متدهورة، وده بسبب الاكتشافات الجغرافية، لأن لما البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، ده حول طريق التجارة من مصر في إيد البرتغاليين، فأصبح طريق رأس الرجاء الصالح هو الطريق الوحيد لمرور التجارة العالمية، فده أدى إلى تدهور التجارة الخارجية في مصر، بجانب إن الأسطول التجاري بتاعنا اللي كان أيام دولة المماليك اتدمر في معركة تسمى معركة ديو البحرية اللي كانت بين المماليك والبرتغاليين عام 1509، فأصبح ما عندناش أسطول نتاجر بيه، بجانب الامتيازات الأجنبية اللي ادتها الدولة العثمانية للأجانب في مصر. الدولة العثمانية ميزت الأجانب التجار الأجانب عن التجار المصريين بأن هي سهلت للأجانب التجارة في مصر وسهلت لهم الجمارك والقضاء عكس المصريين، وده أدى إلى سيطرة التجار الأجانب على التجارة الخارجية في مصر أيام العثمانيون. نيجي يقول لي بما تفسر تدهور التجارة الخارجية في مصر أيام العثمانيون، قولوا بسبب الكشوفات الجغرافية، تحطيم الأسطول المصري في معركة ديو البحرية عام 1509 على أيدي البرتغاليين. الحاجة الثالثة بسبب الامتيازات الأجنبية التي أعطتها الدولة العثمانية للتجار الأجانب. نيجي لعنصر تاني عندنا، أحوال مصر الاجتماعية في عهد العثمانيون. المجتمع المصري في عهد العثمانيون انقسم لطبقتين، طبقة حكام وطبقة محكومين. الطبقة الحاكمة كانت بتتكون من المماليك ومن الأتراك اللي هم العثمانيون، ودول كان في إيديهم كل السلطات، وكانوا ماسكين إدارة البلاد وإدارة الجيش وشؤون البلاد كلها، وكانوا هم اللي بيجمعوا الثروات الهائلة ويمتلكوا الأراضي وكل شيء في البلاد. الطبقة الثانية طبقة المحكومين، ودي انقسمت لطبقتين، طبقة وسطى تتكون من العلماء والمشايخ وكبار التجار، وطبقة دنيا اللي هي الطبقة الأخيرة يعني تتكون من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الشعب، ودي الطبقة اللي عانت من الفقر والظلم وانتشار الأمراض والأوجاع والأوبئة. وهنلاقي إن الطبقة الوسطى دي هي الطبقة اللي كانت بتحاول تدافع عن الطبقة الدنيا وبتحاول تجيب حقوقهم من الطبقة الحاكمة. فإذا كان المجتمع المصري في عهد العثمانيون مجتمع طبقيا، لأنه انقسم إلى طبقتين، طبقة حاكمة وطبقة محكومة. نيجي لآخر حاجة عندنا، الحياة الثقافية والفكرية في مصر في عهد العثمانيون. العثمانيون اهتموا بس في مصر بأن هم يعلموا المصريين العلوم الدينية فقط، ويبعدوهم عن العلوم العقلية والرياضية والطبيعية، بحيث أن المصريين ما يفكروش ويبتعدوا عن الاجتهاد والتقدم والابتكار، فانتشر عندنا بالفعل الدجل والشعوذة والخرافات والجهل بسبب اهتمامنا فقط بالعلوم الدينية وإهمال العلوم العقلية والرياضية والطبيعية. فالعثمانيون حبوا يخلوا مصر في عالم من العزلة والبعد عن المؤثرات الخارجية، فانتشر عندنا الركود والجمود وعدم الابتكار وعدم الإبداع، وده بسبب الاهتمام بالعلوم الدينية وإهمال العلوم العقلية والرياضية والطبيعية. ما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على مصر، أقول له أدى إلى انتشار الدجل والشعوذة والخرافات والجهل. طب ما يجي يقول لي دلل على أن الحياة الفكرية والثقافية في مصر تميزت بالركود والجمود، أقول له الدليل على كده الاهتمام بالعلوم الدينية وإهمال العلوم العقلية والطبيعية والرياضية وانتشار الدجل والشعوذة والخرافات واهتزاز مكانة الأزهر. وبكده نكون هنا درسنا مصر بين المماليك والعثمانيين.